سنوات ظلماء منذ سيطرته على الحكم. واليوم استحقاق على الأبواب، لا يكترث له شريف ولا عاقل إلا الشياطين. إنهم يشمون رائحة سيدهم في الأجواء، يركضون وراءه كالبهائم في الصحراء من أجل شربة ماء. آتية هي الأيام الكحلاء، هي مخلوقات رخيصة تلحس لسيدها وتلهث وراءه أينما كان بشتى الطرق وفي كل الأزمان، تتشبث وتتمسح ببرويطته وتتمرغ من أجله، وإن تعطرت فإنها تقوم وتركض وترفس بعضها بعضا. وسيدها كما اعتاد سيرمي بها بعد أول منعطف كأكياس قمامة في العراء. رغم هذا فالشياطين لا دين لهم، سيقومون وسيركضون وراء سيدهم. انظر إليهم، أليس حتالة القوم؟ لا تكن شياطا، مت وأنت تحاول ألا تكون شياطا. صحيح تجمع، إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. نصيحة لكم، نهار الفوت ما تروحوش تفوتيو، ما لازمكمش تعطيو شرعية الناس هادو اللي خاينين البلاد. بما أنكم هذاك النهار تكونوا قاعدين في الدار، ماذا بكم تشوفوا الفلوغ؟ راني قاعد نفلوغ اليومات هادو. المهم ديروا لايك الفيديو هذا، بارطاجيوه وتبعوني على الفيسبوك تويتر انستغرام، تبعوني في كل مكان. تهلاو في رواحكم وتلاقاو مرة الجاية إن شاء الله. يلا في الأمان.